كما في الليل كذلك في النهار، زحمة خانقة ومحال تقفل أبوابها، وعمال يحفرون الطرقات لمد شبكة مياه من نهر الأولي إلى بيروت. هذا هو درب جلجلة الشويفات وأهلها وكل من يفكر في أن يسلك طريقها الرئيس. إلى ما يقارب 3 أشهر بين حفر وتمديد قساطل وإسا ردم، بيجوا الشباب بيخدموا هالتلات 4 ساعات الصباح، بيخلصوا بيفلوا، وكل يوم بوعود لهيدا الشارع وللناس الموجودة إنه راح يتعالج. عالم توقف على الطريق ما يقارب الساعة ساعة ونص، إذا تقطع مسافة 4 كيلومتر عندك شريحة كبيرة من تجار المدينة عم بيسكروا، وزارة أشغال الغائبة، إماء والأعمار بلد تاني بمكان ما البلدية يمكن مش شغلتها، ولكن بقدر المستطاع عم بتتابع، لكن ما في أجوبة منها. وزارة الداخلية وبلديات عم بتعالج ما بعرف وين أي موضوع بأي دولة. بعض المحال لم تستطع الاستمرار فتحولت إلى مواقع استراحة لعمال يلتزمون دواما إداريا. هناك ما بتقدر توصل على مؤسساتنا، عنا خسائر كبيرة، حنسكر ونفل على بيوتنا، ما في حدا يعوض علينا، ما في حدا عم بيرد علينا. السيل نزل أقل من أكثر من 80%، مثل ما شايف قاعدين بصحراء، ما في ولا دومر عم يقطع علينا. جار المحل لهلأ ما دافعه، احتمال سكر وشوف لي منطقة تانية غير هالمنطقة. موظفين 2، كان عندي 2 وديتهم على البيت واعتذرت منهم، ما بقاش معي اعطيهم اجارهم، شو بدي اعمل؟ عم بخبز المنقوشي انا، اخر شيء عم بفكر تسكر، اخترب بيتي. وسط صمت جميع المعنيين وعلى راسهم الشركه المتعهده التي عمد موظفوها لتصويرنا بدلا من العمل على المشروع، سيلجا اهل الشويفات الى فرض الحلول. هن عايشين بالفيما وبالايسيات، مش كل العالم عايشه هيك، مش كل العالم قدرتها تكون هيك، مش كل العالم فيها تمشي مواكب لتفتح للسير، لمشاكل المواطن بيتابعوا، لا اتصالات بيتلقوا، حتى إذا بعتنا بالرسائل كذلك الأمر ما بيقروها. من هم بدنا نقول يعني شو ناطرة هيدي الدولة؟ ناطرة نحن ننزل على الطريق؟ حننزل على الطريق، بعد ناطرة تسكر الطرقات؟ سنسكر الطرقات، يعني شو بعد في خسائر أكثر من هيك؟ بين طريق الأوزاع غير المؤهلة وأوتوستراد المطار الذي يغلق عند أقل حادث سير، يسقط اليوم ثالث مداخل العاصمة بيروت أمام أعمال تدوم وتدوم وتدوم. فهل تتحرك الدولة لمعالجة الأمر؟ أم بات قطع الطرق وسيلة التواصل الوحيدة بين المؤسسات والمواطن؟ حسان الرفاعي، قناة الجديد.